نفدي كل أبنائنا المعتقلين هم مجدي، آخر واحد بفكر فيه مجدي. الشاعر قال: ما بغير الفداء وبذل الغالي تدرك الآمال أو تنال المعالي. فهذه الرجولة لها ثمن، وثمنها دم، ولم نصل إلى مرحلة الدم. لا يوجد أي إصلاح ولا يوجد أي محاسبة للفاسدين، عبارة عن بضحكوا على الشعب الأردني في أكم من كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، فعبارة عن مسرحية هزلية من جانب واحد تتسلمها الحكومة في هذا الشعب. اعتقال الشباب في هذه الأوقات هي اعتقالات كيدية، القصد منها الإساءة إلى حراك الطفيلي وإخماد نار حراك الطفيلي. احنا بنقول لكل المسؤولين في الأردن أن الاعتقالات كلها ما بيزيد أحرار الطفيلي إلا ثبات وإصرار على مواقفهم، لأنهم أصحاب كلمة الحق، وصاحب كلمة الحق ما بيخشى في قول الحق لومة لائم.